لا إله إلا الله 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 الله المنان
سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآية الكرسي وزلزل من سورة الإخلاص والمعوذتان إلى حمد النبي سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة والقرب والتابعين وتابع التابعين للعلماء والأولياء والصالحين ثم سيدنا المهاجر محمد بن عيسى وسيدنا البكي المقدم محمد بن علي العلوي وأصولهم وفرعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي أجمعين ثم الحسن الشيخ عبد القادر سيد محمد بن عبد الكريم السمن المدني وخليفته مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله بن سمي وشيخنا مربي روحنا أبي محمد أمين المدني وثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين وصولهم وفرعهم ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات نخص إلى أرواح من كانت قراءتها هنا بسببهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة إلى حضرة النبي الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نعم نعمه المزيد له ربنا لك الحمد كما ينبغي للمتقين سلطان سبحانك يا الله لا نثني ثناء عليك يا رب العالمين والحمد وعدد لك الحمد يا رب العالمين الحمد على رضا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الوقتين الوحيين وصل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد حتى درز الأطلام عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأرسل وحده وتغبز وما قرأناه من القرآن وما سبحنا سبحان الله سبحان الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله هدية وهذا عمر بن شاشة صدقة من قبل سيدنا وأبينا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم ثم بالأرواح آبائي وأقوامهم من الأنبياء المرسلين صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين ثم بالأرواح آل كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعون بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى الأرباب المقدسين والمقدسين والعلماء العالمين والمنسين والغراء المنسين وسائر الصوفية وأهل العقيدة وأوليائك والبعيد عالمين ثم من الأرواح والأبناء ومرشدنا وقربتنا وجميع أصحابنا ويجب علينا على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا الأرواح المرحوم مروية أنصر اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اغفر لهم وعافيهم واعفو عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعفو عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعفو عنهم واجعل الجنة مثواهم واغفر لهم من النار رزقا لهم واشرع لهم لنا وحجاب أجل الرحمة والشفاعة والنعمة والمغفرة على جميع القبور اللهم ارحم جميع القبور اللهم ارحم جميع القبور اللهم ارحم جميع القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ولا تحن اللهم في غفلة ولا تعود على الرحمة على أكثر وكرمنا يا عبادة يا هادي إن الدنيا قولا لا إله إلا الله اللهم احينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان وبشرنا بسنة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أمين الرحمن وعفو عنا يا كريم وعفو عنا يا كريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم